نسيتها والشداية ترضى خالة للشداية شغل الشلات هذه مناسبتها تولد الشلات مبطون القصيد دورت الذد الكفوف لها عمرتها كف ابو خالد محمد نسل زايد لين نشلت بين خلق الله رقبتها وعمرها بالرموز وبالجلاي صابها العربان تهوي افدتها حد منهم مستفيد وحد فايد ما بقدره يمينه مكرمتها كل عام بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعونا الاعزاء في كل مكان نجدد اللقاء بكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الحاضرة هنا في مهرجان سيدي أبو خالد حفظه الله ورعاه في ثاني أيامه الذي نشهد هذه الانطلاقات وهذه التحديات مع السنة الحكايق وشوطنا 17 الذي ينطلق في هذه اللحظات والمخصص للأبكار لسنة الحكايق لمسافة 4 كيلومترات هي الرحلة الحاضرة والمنطلقة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة والباحثة عن الناموس وعن الانتصار نتابع البداية ونرصد المركز الأول هو من تندفع مبكرا بقيادة هذا التحدي هنا انتصار من تبحث عن الناموس والانتصار لضاحب الجمعة بن سعيد العميمي ولكن اللي تسللت من الجانب الآخر هنا مرضية القادمة بشعار المزروعي سلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي من يتواجد مع المركز الأول وثانيا القادمة في هذه اللحظات انتصار ضاحب الجمعة بن سعيد العميمي والقادمة هنا والحاضرة في هذه اللحظات والمتدخلة هنا بالصغان القادمة بشعار المنصوري راشد بن محمد بن قران المنصوري صوري من يدفع بهذا الاسم مع المركز الثالث ورابعا شوف اللي قادمه هنا شواهين عبد الله بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي مع المركز الرابع اما خامسا القادمه والحاضره والمتدخله هنا والحامله للرقم 90 في هذه الانطلاقه هنا الواصله والقادمه هنا القادمة هنا في هذه اللحظات والمتدخل نبر خميس بن سالم بن حبيب بن علي الهشامي يأتي مع المركز الخامس وسادس من الجانب الآخر اللي وصلت في هذه اللحظات والقادمة هنا والحاضرة مع هذه الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات الطاقية محمد المبارك بن سالم بن نويع الراشدي قادم مع المركز السادس وسابعا القادمة هنا جمرة حمد حسين بن محمد بن نعيف العامري قادم مع المركز والقادمة هنا في هذه اللحظات والمتدخلة هذبة هنا حمود عبد الله بن شامس المحير بياتي مع هذه الانطلاقة مع المركز الثامن وتاسعا من الجانب الاخر شوف اللي وصلت في هذه الانطلاقة والحاضرة مع هذه الاسماء اصفهان حمد الرصاص بن سالم العامري مع المركز الثامن وتاسعا شوف اللي تدخلت في هذه اللحظات والقادمة من الزاوية الصعبة هناك مع هذه الاسماء التي بدأت وبدأت تتدخل هنا القادمة عوايد خلف بن سعيد بن خلف الكعبي وعاشرا القادمة والمنظمة في هذه اللحظات المسك سعيد بن مبارك بن معيوف الوهيبي هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء الأول الحاضر مع هذه الأسماء الحاضر مع هذه الانطلاقة ولكن التغييرات حاضرة بين الحين والآخر مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات التي أتت من كل حدب وصوب كيلو ونصف ما تبقى هنا القادم مع هذه الاسماء الكعبي يغير في هذه اللحظات هنا ياتي مع عوايد خلف بن سعيد بن خلف الكعبي الذي بدا يتسلل الى مقدمه هذا التحدي الى الصداره الاولى والقادمه ايضا هنا عون في هذه اللحظات سالم بن سعيد بن غفان الجابري وصلت في هذه الانطلاقه مع المركز الثاني وثالثا هنا كيلو 200 ما تبقى يا اخوان
والقادمة أيضا في هذه اللحظات والحاضرة هنا مع هذه الانطلاق قريب. سلطان بن علي بن مسعود المري وصل مع المركز الثالث وقاد مع المركز الرابع أيضا ادخلت هذه اللحظات. والحاضرة مع هذه الأسماء هنا المنطلقة الدار محمد الناصر بن علي الخيالي مع المركز والقادمة أيضا والمتدخلة هنا تغطية هنا سعيد بن محمد السعيد الفلاحي ولكن دخلنا الغلاف الجوي دخلنا الكير الأخير الكيل الخطير جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة حرك اللي بتحرك يلي تبى الناموس يلي تبى الانتصار روح الفلاحي روح اقلع بهذا الاداء الجميل التغطية يا تغطية وبهذه الانطلاقة المميزة سعيد بن محمد السعيد الفلاحي مع المركز الاول ولكن القادمة هنا جمرة في هذه اللحظات والمتدخل عرايف مطر بن سعيد بن محمد الافتبي وصل بهذه الانطلاقة هنا مع هذه الامتار المجنونة اللحظات الاخيرة تغطية هل تصمد أمام هجوم عرايف مع المركز الثاني ولكن تغطية الفلاحي الفلاحي يغادر بالناموسي والانتصار هنا روح بهذا الأداء المميز بسم الله ما شاء الله سلام يا الفلاحي سلام تهانينا والناموسي مالك تغطية سعيد بن محمد السعيد الفلاحي من غادر بالناموسي والانتصار المركز ذلك وصول عرايف مطر بن سعيد بن محمد الاكتبي والمركز الثالث المركز الثالث كان وصول هدادة علي بن خميس بن سلطان آل عويسي والمركز الرابع كان وصول مع هذه الانطلاقة نسايم مبارك بن ناصر بن محمد البلوشي وخامسا كان وصول مع هذه التحديات الإثارة الحاضرة الريم سلطان بن علي بن مسعود المري هكذا هي النتيجة الفلاحي من أفلح بالناموس والانتصار ليقدم تغطية بهذه التغطية الإعلامية الحاضرة لقناة ياس والقنوات المصاحبة لهذا النقل الحي المباشر لهذا المهرجان وهذا العرس التراثي الكبير مهرجان سيد أبو خالد الفلاحي من يظفر بناموس هذا التحدي وهنا التوقيت الزمني لهذه الانطلاقة 6 دقائق ثانية واحدة 4 أجزاء من الثواني توقيت تغطية لسعيد بن محمد السعيد الفلاحي صباح الورد يا الفلاحي مع هذا الانتصار مستحقني هذا الشعار المركز الثاني من وصلت عرايف وتوقيتها 6 دقائق 3 ثواني 9 أجزاء من الثانية عرايف مطر بن سعيد بن محمد الاكتبي مرحلة ثانية وثالثة متابعون الأعزاء توقيتها 6 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية وهي اللي كانت حاضرة مع هذه الانطلاقة وهذه تحديات هدادة علي بن خميس بن سلطان العويسي ورابعا من وصلت توقيته 6 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية هي نساء المبارك بن ناصر محمد البلوشي وخامسا 6 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء من الثانية وهي صاحبة المركز الخامس في هذه الانطلاقة وهي الريم لسلطان بن علي بن مسعود المري تهانينا والناموس لجميع الفائزين.